إلهي سبحانه وتعالى نعم كوينو قلي من كوبي كرنو من تري كرن إلهي بانا إنو شيغة هيينا أن ننترين كرين إنا شكري قيد الله إما أننا مسور توبي كرتو ما داما أن ننترين بكرين بما وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وحيدين سي وحا ويدي ستان ودن نعم كإلهينا ما تري كرتان ضد معدان إنا تريسان مكو بكرتان مركز إلهي وحر إنسانك وامد ظلم بضن أو قال لما بضن وحو كديرنا يا إله أسن معيي أو خلقي نعمك أقلين أسن ترين كرين إنو كو قالوا إنو أمرك يسديدو إنو عاصيه أيو كديرنا يا أسوغو إلهي سبحانه وتعالى ليلا ونهارا أرزاق هيا وعافمات سين هيا وأن معين هيا وأمن السين هيا أيو وحو لسو استاغ هيا إله سداس وإلالنا هيا أو أرزاق هيا أو كرامي يي إنو كو قالوا أيو لسو استاغ هيا إلهي نعم كوينو قال وحا أقوين نعمة الهداية لهذا الدين إلهي إنه مسلم كاله وإلهي قال لما يكفر إلهي كابد بادي وقلبك إلهي وافتشي إناد إلهي اعترافت إنه إلهي متك عبادة كولة وحقا الدنيا آخرة سمايستي شنية النار سمايستي أد عابدد أو أد رميسد قلبك إلهي هداية أو توفيق ده إلهي كليها بحية توفيق لاس وأنا معوين عظيمة وحاوايين معضا سيادة قرآن كمركو سودك يكوي قوبتوك أها للك إلهي ماشو وشعليا هين كنورا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وخير خلق الله قرابة يا الرحم لو داقي لقد قرآن كجرنا هاي نبي أما ندي سير رنتي سجرنا هاي ماشو كسو دقة هاي قبتشوك أها أيا ساقي أوهاي أدو أن تشوغين مالين كاس لقد قرآن كسو دقة يانا أن أقونن أيا إلهي سبحانه وتعالى دافها الدنيا دعا كنو شحي إله إسلام مكوه كان لسبب من الأسباب مركز إلهي قلبك وحو وافتيي إنه إلهي واحد يا كل جيس عبادك وقول لي عد كل اللي عبده قال لي ما عيتاي إن قلبك أقوله ما يو أو سداس أو آمنه أو حق أو قاطه هداية داس إلهي أو كسيي ومن أعظم النعم أهل الجنة في الجنة وحي أرنا هيان جنة نحن إذا أعيقوا كسوغا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إلهي ما هذا وحا إسكاله إسلام لما إنه قهنوني وخير كان ما أنت آن هاي السنة جنة نحن إذا سبب النكي أن كو إيمان لهين إيمان كائن وافج هدان إلهي إن هنونين لهين ما أنا هنونين أهل الجنة في الجنة ساسي لي ولذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام حل يا هلقف إلهي سبب كائن كسو هنونيو هيا وحا الدنيا أقو قالسا كاغا خير بدر كاغا فعا حل وحا ادونك يا الله وان لو سيو وحا كاغا خير بدن هل قف او ضلال يا بادي كسغن الى هي سببت ان كسوهن بي نك يهودي غاها ويلك يركا نفته كبخيس او نبي او سو غلى
oo u laqinay tawxiidka asaguna aqbalay nabigu waa baxay asagoo faraxsan oranahay alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar ilaahaygii mahad waxaa iskale naar ka badbaadiyey maxaa yeele hadduu saa ku tago weligiis waa ahlu naar gaalnimokutag laakiin daqaa'iqdii ugu dambaysay cimrigiisa ayuu ilaahay naartiisa ka badbaaday nicmada iyada ah oo cadiimka ah oo weynika badan waa midda nebigeennu ilaahay mar walba weydiisanayay allaahuma innii as'aluka alhudaa waltuqaa waalcafaafa waalghina waa midduu ilaahay ka magangelahaya qalbigiisa ilaahay inuu leexiyo allaahuma yaa muqalib alquluub thabbit qalbii calaa diinik thabbit qalbii calaa taacatik ilaaha quluubta gadgadiyo ilaahu qalbigayga diinkaaga ku sug hidaayadaas iyo xaqaas wax la helo kaan ugu qaalisan weeye waa inaan nafteenna ku u ogaanaa waxa adduunyada yaalla waxa ugu qaalisan oo diim ah baan haysanna waxay naga maqanna waa inaan isaga aan barannaa isaga aan jeclaannaa aan raadinnaa awlaaddeenna aan barna waxaa nasiib darro ah oo naxdin leh ilmo yaryara 20 jirro 30 jirro 25 jirro ay qaarkood yihiin xilligan oo kale marka la gaaro inay ka qayb qaadanayaan gaalada dabaaldegooda sanadka cusub ay u dabaaldegayaan oo aynan kala aqoonin Christmas iyo Islaam aynan kala aqoon oo aynan kala aqoonin kuwa Ciise caabudaya iyo kuwa Ilaaha Ciise abuuray caabudayo muslimiinta aynan kala aqoon oo aynan kala garanahayn gaalnimo iyo islaamnimo waxay tahay oo aynan kala garanahayn qofka muslimka ah walaaga uu ku leeyahay iyo midka gaalka ah barada la rabo inaa uu ka bari noqdo mid uusan garanahayn waalid baa dhalay waxbarasho maadiya waa ugu didaaleen nolol waa ugu didaaleen xabad iyo dagaal waa kala qaxeen laakiin balaado iyo aafaad ka weyn wixii oo dhan ayaa waalidkii dhala la qaracsayeen habeen iyo maali geedka xunka ah oo loogu dabaaldegayo Krismaska loo adeegsado lasoo qaado ramsiga u ah kiristaanka ayaa guryihii la keenahaya ciyaal baa soo qaadanahay hooyadii baa qaracmayso dhalaalaysa waxaan diinkeenni ma ah waxaan maxay ilmuhu waa iskaga qoslahay maba la barin baba alli iyo rasuul baaba la barin baba gaaladu waxay tahay baaba la barin baba ahlul jaxiima naarta jaxiima waddadeeda dadka haya iyo dadka ahlu jannaha ahoo waddada jannada haya waxa ay ku kala duwan yihiin baa la barin waxaan la barin dadku inay kala noqonayaan fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir lama barin diin baa la barin waalidkaasi waa khasaaray oo khasaaray oo khasaaray ilmahaas dadaalkii uu ku bixiyey waa khasaaray walilaahay intaa ka cabsataan awlaadiinna maadiga idinku qufulan oo habeen iyo maalin aad kula didaalaysaan si ka badan diinkooda ugu didaala hadday diin leeyihiin adduunya kama maqna way haystaan wallaahayse ka maqnay oo way noolaanayaan oo arsaaq iyo nool fiican bay ku noolaanahayaan oo qofkii iimaan iyo ilaahay iskugu dara alcamalu saalix ilaahay baa u ballan qaada falan nuxyiyannahu xayaatan tayiba ilaahay baa u ballan qaada adigu waxaa kula dadaashaa ilaahaygii abuuray inaad bartid nebi maxamed inuu barto diinka islaamka inuu barto imtixaanka qabriga loogu keenahayo oo saddexdaas ah inuu ku baasa ka shaqeeyo oo u barto haddaad ku fakartid imtixaanka adduunyada jaamacadda iyo iskuulka oo aadan hoosba u fiirin imtixaanka dhulka hoostiisa ku sugahaya ilmahaas wallaahi aduguna waa khasaarta asaguna kugu khasaar waalid ilaahay ka cabsado xaqii ilaahay uu saaray gutayna inaadan ahayn daafaha adduunyada jaamacadaha ugu qaalisan ayaa laga bixinaya dhaqaalaha diinka ilaahay oo la baranahayo oo gurigaaga meesha dariska la ah lagu dhigahayo oo masaajid leh oo macaahid leh oo jaamacaad diiniya lena oo aan $10 $20 aysan ku baxahaydna waad kaga bakhiilaysa see rabtaa ilaahay inuu ilmahaaga baahriyaalkaaga dhigo in ilaahay kuwa wanaagsan kaaga dhigo se ku doonaysa taqi illaaha ayuha alwaalid ilaahay ka cabso mas-uuliyad baa ku saaran
قبلها يرير كاوقاون وهدي لويدي النبي محمد محوها أنقرن هاي تطبع على والدة إن بدل المساجد ده إيمانا يا الهبين يا مالن المهدينا مالكم الشيقة طريقة صومرة سامالين تجمع على صلاة دي والقلي الربو للي يردي أرد الموبيل بس كوضا هايستا أبا أوا دات لي مساجد كوالو لي ولا بات تجير طريقة فردية مركو كسو بحو أو قريقة كسو كسو الله أبتا مساجد كوالو لي ياي أبا ما أنت مقا ديسين قلبت حقيرة تانينا آدان أنت أسوك فكرها كيف كريم ما هي إلهي أبو تين وبر ونصيب در أيها هذا كُتِّي هادد أو كُتِّي داشد أو خير كأبرتد وحيكون نقرية نار إلهي بالحجاب كعج نقرية نبي محمد باشا صلى الله عليه وسلم لما قبل أضغف كي بربارية أو تربية لها قاتية كنا له سترا من النار نار الحجاب كعج نقرية أنت خير كأوكش قينا يويل كأجاسي وحويان يجبر داسي فتحلى سبب يقول نقطيني كنت كذان وقد قال كب حصوا برتي أنت كنت كنيان أجر وين وين بكون صعناي مكاسة أباهن إلا مال قشضه مسواها أباهن إلا مال قليه المها أنت الله إسكو كاني إذا عضوه أي وريسان أيان وأي ويدين هيان عيار تويجا يفنانا يهو بلده كوة هاسا إيو كوة متقان عيارها عيارها مقعيه ذكال الدوان إيو كوحوه ذا إيو سيدي أكل القوليستين إيو السند كيهو ريا قاضي كي حد يا قاضي كي كيهو ريا قاضي ماقاي كوحي هبلا كوحي بلا أغا قاضي حبت حبت أقرانا هيا هدين لي راه ذو نبي محمد أبترسيك الشيكنا أقرانا هيا مسؤولية أن ضيعني وأن ضيعني وأن ضيعني أيان هوي أبا لقوم مينينا أولا لقوم مين هيا أولا لي علمه وإبر وأولا ماتي وحان سمي يمله وحان لقن لما هيو لقن علم باكفر المقالة مال كم إذا هانتقي قبل أدف ربضان أيان لقن علم تكو حريصا وقبل نمحى الله كيان والد كده لي بأتور ويالي خلاص هذا مقدشة شوغان حيب تاسا هبينك لغا صوت الدلاحي أيها وقمرع عبو ساس قلوبة قبل أي ريرا هذا دبدا يهين والد كيبا هين وايو كيانا وميشا كيان صدي تربية إسلام ميسان عرق مركي خطك كبحين أيها وحا لغو حري حريها دقال عين دقب لهي ويلاش إسكبت ده أيها حرومها أفران أدو ترسي بدايين لكن حرومت أن تقو قبلها وكان نحي مركات waxaan moodahay kaliya inay yihiin kuwa dibadda kaliya laga keenay laakiin waxaan arkay kuwa aad u farabadan oo meesha gudaheeda ku xareysan oo muqdisho laga aruuriyay dariiqyada iyo xaafadaha iyo meelaha ma taqaan habeenki dibanaysa oo gabar yar ah oo markii dambeeyay hal iska geeyay dhaqan waqof aan horday la dhihin oo yacaan la dhihin oo moobeelka ugu qaalisan loo iibinayo oo internetka loo xiray oo say rabta u dabaalanaysa ayaa waalidku ku abtirsanahay oo shinsanahay la hawl wala quwwata illa billah diinkaas hala ilaashaa christmaskaas loo dabaaldegay in loo dabaaldegaa ma banaana qof muslima inuu ka qayb galo ma banaana dhaqaalaha ku bixin casha hadii lagu yeero meel kamid ah ka qayb gali ilaahay ka cabso gaalada in diinkooda la weyneeyo dhaqankooda la weyneeyo acyaadooda laga qayb gala sharciyeena islaamka xaraam qadcan weey qaarkeedna gaalnimo ay gaarsiisanta ilaahayna wixii waladina la yashaduna zuur kuwa ilaahay mu'miniin tahay waa kuwa aan ka qayb galin zuurka acyaadul mushrikiin ayaa aayada tafsiirkeeda qayb kamid u yahay culimada ay ku fasaxay waa kuwa aan ka qayb galin ciidaha gaalada aan haadirin iska ilaali بركة نقو إلهي درتي وقبر نقو ساسا كل بانيسا وإلا هدا كبر نقو ويدي أتشعلات المرء مع من أحب قفك وحو أهانا يا مالين تقيامها قفك تشعلات معيقس وهانا ومن تشبه بقوم فهو منه ومن يتولهم منكم فإنه منهم اختر بات كليس دين كاقا إلا شو دي كوكو يراك قيم كلي صاحبا ميلا كوضا شقيسال هدي كوكو عزومان ها حاضرين هاتي بركة نقو وحيالها يكون سميستان وخاص كواكد يا رب نعمك إلهي وفر بديه إلهي نعم كن وقل وحا كمدة عافي ماتك عن هاي صنع ومسجد كاسمان تعالى صحابرني
jicala dad fara badan dad badan guriyaha yaala oo aan jamaaca iyo jumca ka hari jirin oo maanta cudur ka reebay oo intaas oo sana aan jamaaca soo haadir maalintii arbacada galabteedii waa shalay maahan darraad baad al asr baan la kulmaynin holac baa saa ugu shidan oo gubanahay waa iska dhawaaqahay cabaad baa ka baxay ninkii waday baa waxaan ku yiri ninkaani imisa sano ayuu cabaadahay saa u dhawaaqahay 15 sano ay ka badan tahay buu ninku saa u dhawaaqahay ninka gurigii baa laga seexan waa aagii baa loo dhawaan waa asagii baa hurdo ka tagay dhakhaatiir kala duwan baa meel walba la mariyay meel walba la geeyay qarashka saa lagu bixiyay saas u dhawaaqahay waxaan ku yiri maxaa ku haya holac baa wixii halka iga qabanahay markaasaan waxaan gaarayaa inaan cabaado oo dhaqaaq dhawaaqo dhawaaqaas aan cabaadayo dhawaaqayo ayaa nafisi ah guud nafis ba ka dareemaa 15 sano wey balu fiirso ilaahayna wuxuu ku siiyay caafimaad lugahaagii baa ku fiyow gacmahaagii baa ku fiyow caqligaagii baa ku fiyow indhahaagii baa ku fiyow maqalkaagii baa ku fiyow qalbigaagii baa ku fiyow ma waalnid mid ka xoog badan oo muqaalkiisu qof qurux badan ah ayaa dharka intuu dhigtay dariiqa koonboyinka sida xaarkay kaadida qasanahay oo iska yaalay indhahaaga saartay kuun cibro qaadamaysa intaas oo curyaamiin ah oo isku yimid oo kulaylka aad aragtay guurguuranahaya ayaad in badan aragtay mana kuun cibro qaadamaysa intaasoo indhala ayaa dariiqa saas gacanta loo wada hayaa adiguna laba tilaaba ku gudbaysaa asaguna hal saac uu u soconayaa meesha daqiiqo socotay in la wada maahan ma dhaqaaq karo isbitaalada dhooban yihiin guryaha dhooban yihiin dariiqyada dhooban yihiin wixii aan ku cibro qaadan lahayn oo inoogu filna cibro qaadasho maalkaaga bixi oo ilaahay caafimaad uga raadso وإلهي سبحانه وتعالى شكري بدن باكو واجب شكري بقى إلهي وحان كوبي كرنا ما هدان إلهي كو شكري او وحان هيسنو او نعم كا إلهي ان اوغ شكرينو إلهي وانو زيادنيا انغا نقصامين ما هي ورحمه إلهي إلهي وحلي ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة بينا نقيل oo arkahayn ilaaha inuu idiin sakhiray samaawaadka wixii ku sugnaa oo madarkii ah dhulkii ilaahay inuu idiin sakhiro khayr iyo barakaad in kaga soo saaro oo nicamkiisa ilaahay idinku shubay oo idinku daboolay daahiratan wa baatin mid qarsoon iyo mid muuqataba ilaahay nicamkiisa aad u harsanaysa tilaabada qaadid iyo cilib tilaabadii aad qaadid baba waa nicam ilaahay oo aad ku dhex gadgadoomaysid weeyo وما بكم من نعمة فمن الله وحالا وحا إذن كسوغا أو النمعاء صغيرها وكبيرها إلهي حق سكاهات إلهي وإن أوبلات وفقا وحا أركيسا وفقا إحسان السماين هاي ما أنتو نبو مجالس تكا أمانا يا أو كشكرين هاي أو مدحا كتنم كان يا أو وينين يا أو قدرين هاي إلهي كسي وما هاي أمان ما وحسو سنبو قلبي كسوكا مقيم بني آدم بو ما تورن أمانة يا محوكو أمانة يا مصلحة يرى أولها أيو مال المال معها كم إذا كجار أو كهر إلهي قلبي يسا مصلحة داس أسو وافتشي أسو أديتشي أو أسو قصبينا قلبي يسا ما أسو مريس وكما قي صدح الرماد أفرس صدح الرماد وحيكوكو كالمين أيان إنا نعم كإلهي كشكريس مدك هذه محي تحي التأمل والتفكر في نعم الله واستحضارها في كل لحظة وحي إن أهرت أن مع هذا أدو هذا يستد أتكو فكرت أو صوحة درست قلبك أو صوحة درست أو أتري هذا بل إيش هم فيري أنت اللي أكتهاي إيا نعفق أيكو لهذا بل نجاها فيري مقل كأي ليه بل عقلك إلهي كسي يفيري أولاد إلهي كسي يفيري مالك إلهي كسي يفيري عافماتك أهي ستفيري بل انت مسكح هذا حاضر سيد هنقون قف اسكد الله عن وغافل أو هالمانسانة
maskaxdaada ka shaqey oo nimcada bal adiga kugu wadeegsa ku fakar wateriskaagu la yihiin saaxiibada ay la yihiin bal adigu ku fakar markaa ku fakartid oo ku fakartid waxay kugu bixinaysaa inaad tiraadid in badan alxamdulillah 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 bay kugu bixinaysaa يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم وارضوا إلهي نعمك سحسوستا أي إلهي لي هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ما وحاتره خالق إذن أبوري أو إلهي أنا هين أو السماء يا أرض إذن كأرزاق مياه ترى مجر إلهي أديك خالقة أديك الرازقة أديك المدبرة adaan ku caabudayna way ila tiraahdaa ilaahay marka wuxuu ku leeyahay wardada oo nimcadeeda xasuusta ilaah aniga ahayn ma jiro cibaado aan aad ku leh ana idi khalqaanaana idin arzaaqah war xaqi arinkaan idin ka mar waa waana lagu gu waaninahay qofku marka nicamka markuu xasuusto waxa u soo baxaysa dad badan oo nicam kala duwan haysta haday tahay waxay cunaan haday tahay waxay cabaan haday tahay waxay xirtaan haday tahay guryahay degan yihiin haday tahay gawaarida haday tahay awlaada way ku raaxaysanayaan macadaalika intaas oo kale oo damiir ah oo dareen ah ma leh waxaa ka qaaday weligiis ma waayin waa nimco la joogtay oo iskala daris ahayd oo iskala socotay oo uu ku seexanayo ku soo toosahayay maqnaanshaheeda marna ma dareemin markaasuu wuxuu iloobay ilaahaygii u nimceeyay shukrigiisu iloobay arinka labaad oo kuu fududaynaya ilaahay nicamkiisa inaad ku shukriisid waxa weeyaan midka nebiguna baray calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebi muxamed uu leeyahay unduruu ilaa man huwa asfalu minkum walaa tanduruu ilaa man huwa fawqakum waxaad eegtaan kuwa idinka hooseeya arrimaha adduunyada kuwa idinka hooseeya eega ha fiirinina kuwa idinka sarreeya فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم كاسا وحو حقيقة كويهي وودو يهي إنين النمعاد إلهي حقيرين ومحاي تايقفك كاهو سيكا عاف ماد اللي ته نمبا حالا وحا أركي داوعة لوك باقو أن مدى كلانا واتبعان كوركي سنة حنوم بضن باهي مركو إيش شاقي لباتضا هايسه ayaa waxaan u sheegay in qof aan soo arkay shalay xaaladda uu ku sugnaabaa uu shaki markaas uu gacmaha taweeyay waxay igu waxa qarsan weeyay markaa waxba kama jirin soo wajid waxa aad eegtaa dhib kasta ku haysta kuwa ka hooseeya caafimaadkaaga hooseeya maalkaaga hooseeya awlaadkaaga hooseeya magac kaaga hooseeya nololkaaga hooseeya kuwa hoos u fiiri arrinkaasi wuxuu keenayaa waxa aad haysatay inay kula weynaadaan oo aad ogaato waxba inaysan ka maqnayn riwaayada kale waxa weeyaan imaam al-bukhari idaa nadara ahadukum ilaa man fudila calayhi fi lmaali waalkhalq haddii qofkiin eego qof laga sarraysiiyey xagga abuurista iyo xagga maalka baa lagaa sarraysiiyey caafimaad buu haystaa adugu caafimaad ma haysati abuurista ilaahay abuuray buu kaaga sarreeya maalkiina waa kaaga sarreeya haddaa eegtaan oo qofkiin uu eego falyandur ilaa man huwa asfalu minhu miman fudila calayh ha eega markaas baba kuwa asaga ka hooseeya oo asaguna abuurista iyo maalka uga sarreeya fiir markaasaa cibro qaadanaysa arrinka saddexaad oo kugu kaalmaynaya oo ugu dambeeya waxa weeyaan inaad ogaatid maalinta qiyaamaha ilaahay hortiisa in lagu weydiinahayo nicamka isaga oo arrinkaas su-aal ay ka dambayso oo aan intaan laysaga harahay inaa ogaatid uma latus'alunna yowmaidin can innaciim waa laydin weydiinayaa oo laydin weydiinayaa maalintaas wixii nicam laydin galay ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas'uula dhammaan waa la isweydiinaya maalkii baa lagu weydiin caafimaadkaaga lagu weydiin indhahaagaa lagu weydiin maqalkaagaa lagu weydiin qalbigaaga waxaa ku ictiqaadisaa lagu weydiin tilaabo kastoo aqaaday baa lagu weydiin qofka taas ay sugaysaa iyo siduu rabo uma dhaqmi karo waayo nicamka shukrigoodu waa inuu la yimaadaa
ولذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام حديث كإمام مسلم وحير إلهي وحير لي ما لنت قيامها أدونك سوحو كورنا هيا ألم أكرمك ميانك كرامين وأسودك نين سيد وقومك سمضح وأميانك كارنين وأزوجك ميانك كورين كورك ونمعوين وأسخر لك الخيل والإبل قيل يا فرضها ميانا كاوسخيرين او مال انا كوسين رير ميانا كوسين اولاد ميانا كوسين شرف يا قيمه ميانا كو ييرين حديثك كلا وحا ويا علام وصحه لك جسمك جسمي غا سو عافي ما انو كو ما سينين انت ما كلو اخري او لا حسوسي و خو ليهي بلا ها وان هذا السين اسك داي وا اسيس ما انكر كم مركز إلهي وحول لي أفضلنت أنك ملاقي ما يقيني السيء ومر ما يسينا إلى كل ما يسد معنطي قال كي وحول لي ما أنت مركو إلى هذا أي إلهي وحول لي فإني أنساك كما نسيتني ما أنت النحريست إذا وان كتكالت تقيا أو وان كاقاضنيا أو كون نحريسا ما هيو سيدا أدوغ طاعة إذا أدوغ تكتي ما أنت وان كاتك يا سيدا أدوغو خرمين تيدا أدوغو تكتانو ونا كاتك يا عذابك الولي جنان عيادا بالله نعم كان ولا ليا الآن هاي السنة ويسو الله الله ونا يا وين تشوغان وحانكو إلا شنكرنا إنا شكر إلهي بادنو بل لنبان إلهي إنو قادة هدان كو شكر إنو إنو إلهي يادنا هاي لئن شكرتم لأزيدنكم وإنا المها نمبرنا الحمد لله وحكا ستيني يرادنا وناغا إلهي إليكم مهديان وإنا نفتنا آمبرنا وإن الشكر يقول نقضى فعلك إلا الشكر يقول قولك كليا ماها فعلك حمناها إلهي كسي إلهي يقول شكري وطاعة إلهي يا خيرك وغشقه معاصيك غشقه قبيل إيا قبيالة إيا قرن لسانك أغها وغشقه غيبة إيا النميمة إيا اسكدر لسانك أغها وغشقه صب إيا عي عربك أغها وغشقه حمناها سفرها وقلناها وآذن من إلهي الوعاسنا هايو إلهي وحو الرأي لكي هاي تلابة أوقات إلهي وحو الرأي لكي هاي اللسان كاقا أوقا حضل إلهي وحو تعلي هاي قلبي كاقا أوقا شكري إسكا إلالي إنا إلهي حمناها كعاسس نمعاد آن هاي سنة آن إلى شنو إلى شيئدنا وشكري إلهي سبحانه وتعالى